يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج على رجل ترى فيه الصلاح ليتزوجها، ما أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طيب، إنها إذا رضيت بدينه وخلقه أنها توصي له، توصي شخص يكلمه في هذا، إما وليها وإما غير وليها، أو امرأة توصي امرأة، لا بأس بذلك. نعم. انتهى.